حطت طبعا الدراسة الآن يعني تقدمنا بالعمر، دخلنا مرحلة الشباب أكثر، ما حط أكيد أحداث مريت فيها يعني على الصعيد خلينا نقول الجامعة الآن، على الصعيد الطلابي، المجتمع بدون مختلف شك بدون شك. شو اللي يعني اختلف معك على الصعيد الشخصي الآن؟ إحنا قاعد نتكلم عن فترات فترة في جامعة جورج تاون الطلب العرب كانوا قلة لما كنت أنا أدرس فيها. على سبيل المثال كان في طالب سعودي واحد آخر فقط، وبعض الطلبة الذي كانوا يأتوا على بعثات ممولة من منظمات أمريكية، إن كان من فلسطينيين أو من المغرب أو من جهات أخرى. يعني أقدر أقدر لك إنه عدد الطلبة العرب في جورج تاون لما أنا كنت طالب فيها لم يتعدوا 10 أشخاص. مجمل الطلبة. مجمل الطلبة. فالعدد أساساً ما كان كبير. مين؟ ما أساساً ما كان كبير العدد 10. أبداً مو كبير أبداً، بس كان فيه يعني بداية لنخبة من المدرسين العرب اللي كانت الجامعة استقطبتهم لكي يدرسوا اللغة العربية من جهة أو مواد عن الدين الإسلامي أو غيرها. ففي تلك السنة اللي هي أول سنة لي في جامعة جورج تاون، والحديث مع بعض الطلبة الأمريكان وملاحظتهم هم الأمريكان أنه معرفتهم بمنطقتنا معرفة بسيطة جدا، فطلعت فكرة أنه يعقد مؤتمر في الجامعة عن الدول الإسلامية. فبدأنا نرتب لها الفكرة. من صاحبها كان الطلبة الأمريكان نفسهم ولا من الطلبة الأمريكان ومني ومن يعني بعض الآخرين اللي كانوا موجودين من قارات أخرى من أمريكا اللاتينية وغيرها. فبدأنا نرتب لهذا المؤتمر، وعلى أساس أنه في السفارات الدول الإسلامية اللي في المنطقة اللي حنتصل بها عشان توفر لنا مادة، وربما توفر لنا أحد يتحدث في هذا المؤتمر. وبدأنا الاتصال بالسفارات، وحين بدأت يعني تظهر بعض البوادر أو العلامات عن التمددات الحزبية والسياسية في السفارات العربية نفسها في واشنطن. وعلى سبيل المثال أعطيك مثال، إحدى السفارات اللي اتصلنا بها طبعا كانت سفارة مملكة ليبيا، لأنه في حينها كانت ليبيا لا تزال مملكة. وذهب إلى السفارة أحد الزملاء من الطلبة الأمريكان لكي يجمع من عندهم مواد عن ليبيا، ويعني زي ما ذكرت لك تفيد في المؤتمر على أساس جلبها للمؤتمر ووضع شيء زي المعرض يعني للدول الإسلامية وإلى آخره. الموظف اللي في السفارة الليبية لما أعطى المواد هذه للطالب هذا قال له ترى يعني هذه يمكن من آخر المواد اللي حنزودها لكم كملكية. نفس الموظف طبعا نعرف انه بعدها باربع سنين او خمسة سنين قامت الثورة في ليبيا. من البعثات اللي اتصلنا بها في ذلك الحين كانت اعتقد على ما اذكر بعثة الجامعة العربية في واشنطن، وكان فيها بعض الموظفين الفلسطينيين في البعثة هذه. فبرضو الطلبة اللي راحوا يجمعوا عن الجامعة العربية منشورات أو مطويات أو معلومات إلى آخره لكي تعرض في هذا، ساروا هذول اللي يتحدثوا معاهم يحاولوا يوجدوا صلة بهم وليفيدوهم في أشياء لم نفقهها في حينها. بس اكتشفنا بعد كذا أنه هذول اللي كانوا يتحدثوا معاهم كان لهم توجهات إما بعثية ولا ناصرية ولا غيرها من التمددات في العالم العربي نفسه.
ناهيك عن أنه كان طبعاً في خلاف قائم في تلك السنة عام 84 هجري 64 ميلادي مع مصر، يعني فالسفارة المصرية لم تعيرنا أي اهتمام مطلقاً. أصلاً تواصلت معها السفارة المصرية؟ الله الله، بس من يوم عرفوا أنه فلان اللي هو أنا يعني المشكلة كانت، المشكلة كانت أن على المملكة العربية، على المملكة بس طبعاً اللي كان الوسيط لأن أنت كنت موجود، فبالتالي هنا كده موقف، فلم يأتي منهم أي دعم أو إلى آخره أو تفاعل أو هنا. في النهاية يعني عقد المؤتمر و... أنت تواصلت مع أي سفارة أو أي بعثة؟ لا، كان الأمريكان هم اللي هم اللي يقومون بالدور هذا. نعم، أنا طبعا وفرت ما يمكن توفيره من السفارة السعودية، السعودية. يعني مطويات وإلى آخره. وعقد المؤتمر، عقد المؤتمر، وواحد أستاذ سوري لم يكن مسلم في ذلك الحين هو اللي ألقى الكلمة الرئيسية في المؤتمر عن الدول الإسلامية، عن العالم الإسلامي، عن العالم الإسلامي. إيه. أصبح بعد ذلك أسلم، يعني هو على ما يقولوا يعني حسن إسلامه. يمكن كنا سهادات الطريق إنه يصير مسلم، وإن شاء الله كسبنا أجر فيها. مرة ثانية، هي المحطة هذه محطة الدراسة الجامعية في جورج واشنطن، جورج تاون في واشنطن. ملامح شخصية الأمير تركي الفيصل، خلينا نقول السياسية، متى بديت تهتم أكثر في الأمور السياسية، متابعتك للشأن السياسي، ولا في 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 تلك الفترة أكثر كنت خلينا نقول منشغل أكثر في العمل في الدراسة الجامعية؟ والله شوف، يعني طبعا في بيت فيصل بن عبد العزيز كانت كل الأمور اللي تتعلق بالسياسة وإلى آخره أمر يومي ومتداول بصفة يعني عادية، على طاولة الغداء أو العشاء أو السمر في المساء، أحداث العالم كانت يعني في متناول النقاش من صغرنا، يعني من قبل المرحوم الملك فيصل والوالدة ومن يزورهم من ضيوف، إما من العائلة ولا من خارج العائلة أو حتى من أجانب يأتوا إلى آخره. فالاهتمام بما يدور في العالم كان شيء طبيعي بالنسبة لنا كأبناء وبنات الملك فيصل في فترة حياته، لأنه هو كان طبعا يعني حريص أنه يسمع الأخبار، فدائما بجانبه في على أي كرسي يجلس عليه في البيت راديو، وعلى ما يسموه في ذلك الحين، يمكن الشباب الحين ما يعرفوا، هو راديو ترانزستور اللي هو ببطارية مش بالكهرباء. فكان دائما يسمع الأخبار، نشرات الأخبار، وعلى حسب أطوار معينة في حياته يعني كانت مصادر الأخبار إما محطة القاهرة في ذلك الحين اللي هي كانت أكبر محطة إذاعية عربية في ذلك الحين، أو محطة البي بي سي بالعربي، أو محطة صوت أمريكا بالعربي، أو حتى محطة إسرائيل بالعربي. فكان توقيت الأخبار بالنسبة له مهم، يعني الساعة 7 مساء هذا وقت نشرة الأخبار، فكان يتابع الأمور هذه، وإحنا طبعا إذا كنا جالسين حوالينه ننصت مثل ما هو ينصت عشان ما نزعجه وما نتحدث. كنتوا تناقشونه في بعض القضايا؟ بدون شك، يعني هو كان يحب النقاش، يعني هو ما كان يحب يتكلم كثير لكن يحب يسمع. فأحياناً كان يعني يبدي جملة مثلاً للي جالسين حوالينه ويخليهم هم يتناقشوا حول الموضوع وهو ينصت لما يقولوه. هذا أسلوبه كإنسان، يعني اختار هذا الأسلوب في الحياة. فزي ما قلت لك، يعني إحنا كأبناء وبنات للملك فيصل ربينا على الاهتمام بما يدور حوالينا في العالم. راح نتكلم سموك عن 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 المغفور للملك فيصل أكثر بعد قليل، لكن في مرحلة الشباب وأنت في الولايات المتحدة مثلاً، أنا مش في المملكة العربية السعودية، نعم، فبعيد عن الأوضاع السياسية في العربية بمختلف يعني تنوعاتها، في أمريكا كيف كنت تتابع الأخبار؟ إذا كان لك أساساً من خلال الصحافة ومن خلال محطات التلفزيون الأمريكية. بس كنت حريص أنك تتابعها؟ طبعاً
يعني كان وقتها طبعا الصحف اليومية اللي تصدر في أمريكا أهمها كانت صحيفتين أو ثلاثة صحف في وقتي أنا، اللي هي نيويورك تايمز والهيرالد تريبيون والواشنطن بوست. يعني هذه كانت تعتبر يعني قراءة يومية لي أنا أو غيري من أعتقد أخواني اللي كانوا يدرسوا في أمريكا. أضف إلى ذلك محطات التلفزيون، نشرات الأخبار، الساعة 7 مساء تأتي نشرة الأخبار الرئيسية على محطات التلفزيون الأمريكية، هذا على حسب المذيع وعلى حسب المحطة اللي أنت تتابعها، يا أما شركة NBC ولا CBS ولا ABC، وكانت كلها ثلاث محطات يعني ما في غيرها تجيب أخبار من العالم. بس هي نفس التقاليد اللي كنت أنت في 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 المملكة في البيت حريص على سماع الأخبار نقلتها أيضا إلى الدراسة هنا. يعني صارت عادة أن الواحد يعني يبغى يعرف إيش اللي ساير. فأنا كان عندي راديو صغير كنت بحاول أتابع أخبار المملكة العربية السعودية، أخبار الساعة 2:30 الظهر في المملكة العربية السعودية، اللي هي في ذلك الحين كانت أحيانا تجي على حسب التوقيت في أمريكا إما الساعة أعتقد 7 صباحا أو 7:30 صباحا أو 6:30. يعني كنت أحرص أني أقوم عشان أسمع أخبار المملكة النشرة، وأحيانا الصوت يجي مشوش يعني وتسمع نص خبر. طيب قبل ما نتجاوز مرحلة الجامعة بس محطتين أبي أتوقف عندهم بشكل سريع. المحطة الأولى العلاقة مع الطلبة الأمريكان، الآن عندنا طالب هو الأمير تركي الفيصل من العائلة المالكة في أمريكا، العلاقة شلون، نظرة الأمريكان كيف كانت، تعاملهم شلون كان. أنا طبعا أتحدث على مستوى الطلبة داخل الجامعة أو حتى الدكاترة، هل صارت حوادث معينة، محطات معينة خلال فترة الدراسة؟ ما واجهت أي مشاكل. يعني إذا كان هذا المسعى أنه إذا كان في أحد تعرض لي لأني أنا إما سعودي ولا عربي ولا مسلم ولا من عائلة مالكة ولا إلى آخره، بالعكس كان شيء عادي جدا تعاملي مع الآخرين، يعني وينادوني باسمي وأناديهم بأساميهم ونكون صداقات، نطلع نتغدى سوا، نسمر سوا، ندرس سوا إلى آخره. بس حادث طريف حصل لي في إحدى المناسبات، مجموعة من الطلبة جالسين، واحد أو نسيت الحين واحد ولا واحدة سألني قال لي من فين أنت؟ قلت له أنا من المملكة العربية السعودية. قال ها هذه في البحر الكاريبي. هو أصلا ما يدري وين موقعها الجغرافي يعني. على طول يعني دلك على يعني المعرفة العامة عننا في ذلك الحين كانت ضيقة جدا. وكثير من الطلبة يعني ما كانوا يعرفوا أي شيء يعني أو ولا يهتموا بالحقيقة. يعني في تعاملهم معايا كإنسان كبشر كطالب هذا بس كان من وين جاي وشنو المنطقة اللي انت ما كان حتى في أسئلة عن يعني المنطقة اللي انت جاي إذا فيها. إذا سأل من فين جاي ولا حاجة حينها يبدي اهتمامه إلى آخره. فهذا يعني مثال للمعرفة العامة اللي كانت عننا. طيب انت خلال فترة دراستك أيضا في الجامعة صارت لك فرصة يمكن كانت من باب الصدفة وعملت هناك مدة أسبوع أسبوع واحد. كان داعي العمل هذا؟ كان لي زميل سكن بعد ما تركت حرم الجامعة واستأجرنا شقة خارج الجامعة. هو كان يعمل كنادل. هو أمريكي ولا لا عربي؟ لا، من أصله من كوبا بس مهاجر إلى أمريكا بعد ثورة كاسترو. كان يشتغل في مطعم في جورج تاون على ام ستريت، والمطعم لا يزال موجود الان. فحصل له ظرف عائلته واضطر انه يترك العمل، فطلب مني اني اعمل بداله عشان ما يفقد الوظيفه. فلمده اسبوع كنت اروح وقت بعد الدراسه وأعمل إلى الساعة 10 بالليل، يعني من الساعة 5 بعد الظهر إلى الساعة 10 بالليل. 5 ساعات تقريبا باليوم. تقريبا إيه، يعني يأتوا ناس بمختلف مشارب المجتمع. بس كنت تقدر تعتذر عنها يعني؟ أنت هل كنت حاب تخوض هالتجربة هذه أساسا؟ يعني حبيت أخوضها قرار عندك، كنت تقدر تقول ومراعاة لوضع صديقك صاحبك. إيه، ف
بس 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 قلت انا بكمل فيها التجربه هذه لمده اسبوع يعني لين رجع هو لين رجع. طيب نرجع الى انت تخرجت تقريبا سنه 68 كان نعم التخرج في العلوم في البزنس. خليني اضيف لك شيء اخر. في اثناء دراستي في هالسنين هذه تعرفت في جورج واش في جورج تاون. اي نعم تعرفت على طالب أبا أوصف لك هو وبعدين يعني حتعرف مين هو. من عائلة واضح أنه من عائلة فقيرة من خلال اللبس اللي كان يلبسه لكنه كان مرح وكان يعني كأمريكي متفتح وشغوف بالمعرفة وإلى آخره وكان يعني يسأل وإلى آخره. وفي بعض الفصول اللي اشتركنا فيها يعني كان نتبادل الدفاتر المحاضرات أو الدروس اللي ندرسها وإلى آخره. وهذا ويعني بالمرة يعني كان مرح وجذاب كطالب أمريكي بسيط جدا ما عنده عنجهية أو إلى آخره بالمرة وإلى آخره. بيل كلينتون. نعم بيل كلينتون. بيل كلينتون. اي نعم. فتزاملنا في الجامعة في تلك السنين. طبعا الصداقة بعد كذا استمرت يعني انا راح اتوقف عند بعض المحطات اللي استمرت الصداقة بعدين والى اليوم يعني العلاقة قائمة. لكن هي بدأت من الجامعة بس هذا كمان يعني يجعلني اذكر لك كان في ايامها عضو مجلس شيوخ امريكي اسمه ويليام فولبرايت. يمكن تسمع عن فولبرايت سكولرشيب في أمريكا. هو اللي أسسها وهذا كان من ولاية كلينتون. فلما جاء كلينتون للجامعة كطالب كان يعمل في مكتب ويليام فولبرايت في السنت في مجلس الشيوخ كبيج اللي بيسموهم بيج كمتدرب يعني. ولابد كان يعني مساعدة من ويليام فولبرايت لكلينتون لأنه من نفس الولاية كان وظفه. بعد ذلك طبعا ويليام فولبرايت أصبح مشهور لأنه رأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكية. وأيام الرئيس جونسون اللي هي في الستينات كان في حرب فيتنام زي ما تذكر. فكان من أوائل أعضاء مجلس الشيوخ اللي يبدي معارضة لحرب فيتنام. فولبرايت. أي نعم. وهذا اللي شجع آخرين أنهم يطالبوا بإيقاف الحرب في فيتنام والآخرين. بعد ذلك أصبح وكان أول سنتر أعتقد ما كنت غلطان في تلك الفترة اللي يبدي تعاطف مع القضية الفلسطينية. ومن اطلاعه ومن زياراته ومن تقديره لمصالح الولايات المتحدة وإلى آخره وكان يطالب بأن الولايات المتحدة تكون تلعب دور منصف في القضية الفلسطينية ولهذا السبب سلطوا عليه اللوبي الصهيوني منافسين آخرين وأسقطوه في الانتخابات. بعد ذلك بما أن شيء يذكر بما أنك ذكرت أن بيل كلينتون كان يعمل في يعمل معه معناته أيضا هو كان في ذلك الوقت أيضا كانت عنده اهتمامات في الشأن السياسي. ما في شك يعني كانت تصير حوارات نقاشات سياسية تتعلق في منطقة الشرق الأوسط في أمريكا لا. بينك وبينه لا ما تذكر لا ما كان في شيء. طيب نرجع إلى المملكة العربية السعودية. نعم. أنت قبل شوي يمكن ذكرت مشهد يتعلق في داخل الأسرة الساعة 7 الجهاز الراديو كنا نجتمع حوله. كلمني أكثر عن داخل البيت كيف كان يتعامل معاكم علاقتكم شلون كانت؟ هل كانت صارمة شديدة كان معاكم؟ كيف كان الجو داخل البيت؟ ما كان شديد ابدا بل بالعكس يعني كان يحب انه يعني ناخذ ونعطي معه. بس كان حازم يعني في امور
الأدب واحترام الكبار والأشياء اللي ربينا عليها كعرب وكمسلمين من تراثنا ومن تاريخنا في هالأمور، يعني كان يطبق ما يقول وما يقال عن التعامل مع الآخرين، عن الاحترام للكبير، عن التواضع. التواضع عنده كان يعني يعتبر شرط لسلوك أي إنسان، ويبدأ بنفسه هو. فكان مثال يعني لنا في هذه الأخلاقيات اللي هي يعني أصبحت يعني تحكم حياتنا في الحقيقة بعد ما ربينا في بيته. بحكم انشغالاته الكثيرة في النهاية، ملك كان ودولة بحجم المملكة العربية السعودية، لكن يعني هل كان في جلسات يحرص عليها يعني تجتمع الأسرة كلها يعني وهو يكون حريص يكون موجود، ولا كان؟ خليني أقول لك برنامجه اليومي إيش كان. كان يصحى الصبح حوالي الساعة 7 صباحا ويفطر الساعة 8 إلى آخره، يخلص من هذا، ينزل إذا كان في أحد من العائلة ولا أحد يعني يريد أن يقابله لغرض ملح ولا إلى آخره، قبل ما يروح للمكتب كان يقابلهم في البهو تحت في صالون صغير جنبه البيت. أنا بحكي لك عن بيت المعذر هنا في الرياض. البيوت الأخرى كان في هندسة مختلفة ومحل مقابلة وإلى آخره. ثم يتوجه إلى المكتب في الصباح، يبقى إلين الساعة 1 تقريبا بعد صلاة الظهر، ثم يعود للقصر لتناول الغداء عام مع كل من يريد أن يتناول الغداء معه، موظفين، مفتوح، الأسرة، مواطنين أي أحد. ثم بعد الغداء يتوجه للبيت مرة ثانية، يطلع لغرفة نومه ويأخذ قيلولة ما تزيد عن نص ساعة، يكون جاء وقت صلاة العصر، يصلي صلاة العصر، ثم ينزل للبهو ويشوف إذا كان في أحد برضو يريد أن يقابله لظرف طارئ ولا ضروري أيضا من الأسرة فقط. من الأسرة وغير الأسرة، يعني خارج أجندة المواعيد حقته الرسمية، وينجز هالعمل هذا، ثم يعود للمكتب العصرية بعد صلاة العصر ويبقى هناك إلين نص ساعة قبل صلاة المغرب، ثم يركب سيارته مع من يأتي من الأصدقاء الشخصيين اللي أغلبهم كانوا زملاء طفولة بالنسبة له، الله يرحمهم، فيصل بن سعد، فهد بن سعد، خالد بن عبد العزيز، الأمير سلطان إلى آخره. عاد إذا كانوا أكثر من ثلاثة يكونوا في أكثر من سيارة، لأنه هو يركب قدام جنب السواق وهم يركبوا وراء في المقعد اللي خلفه، ويظهروا من الرياض. الرياض كانت أصغر هذيك الأيام من الحين في البر، وفي تبة من التباب على حسب الموقع اللي يروح له، توقف السيارة ويفرش الزولية ويكون معاهم الشاهي والقهوة ويقعدوا هناك يصلوا المغرب. هذا يوميا كان؟ يوميا. ثم بعد ما يصلوا المغرب يرجع إلى القصر لوقت العشاء. العشاء كان عشاء عام،
يستقبل فيه أيضا أي أحد يحب يتفضل. قبل العشاء يكون جالس في الصالون ويأتوا الناس يسلموا عليه، إن كان من العائلة ولا من غير العائلة، أو إذا كان في ضيوف رسميين جايين برضو يجوا يجلسوا عنده إلى آخره، ثم يقوم للعشاء. لما يتعشى يكون جاء وقت صلاة العشاء، يخرج من صالون الاستقبال هذا ويتوجه إلى داخل البيت، يصلي صلاة العشاء في البيت، ثم يجلس في صالون داخلي يستقبل فيه نساء العائلة أو أي نساء يريدوا إذا كان عندهم مشاكل أنهم يعرضوها عليه، يلتقون فيه. نعم. على قول اللبنانيين، الناطور اللي يدخل النساء هذولا كانت أختي الكبيرة في ذلك الحين الله يرحمها العنود بنت فيصل، هي اللي تستقبل النساء وتدخلهم في الصالون إلين يجي هو، ثم يجلس معاهم إلين يخلصوا. بعد ما يخلصوا يركب سيارته ويرجع للمكتب ثاني مرة بالمساء. في المساء، ويبقى في المكتب إلى الساعة 11 تقريبا. عاد أحيانا يكون في مقابلات رسمية، ضيوف رسميين يأتوا، أو ينجز بعض المعاملات إلى آخره، ثم يعود للبيت من هناك حوالي الساعة 11 ونصف في المساء. وهذا المجلس العائلي اللي نجتمع كلنا حوالينه 11 المساء، من 11 ونصف إلى الساعة 1 تقريبا، وحينها تتم النقاشات والأخذ والعطاء والأصدقاء اللي يجوا وغيرها من رجال ونساء، مننا إحنا كأبناء وبنات، أحيانا عماني أحيانا عماتي يجوا، يعني مجلس عائلي مفتوح مختصر تتم فيه العلاقات العائلية. هذا الوقت يمكن خلينا نقول الوحيد اللي كنتوا تلتقون فيه بشكل أي نعم. يومي أي نعم. وهو كان حريص على وجودكم. الله الله. ثم من هناك يتوجه للنوم، وهكذا توالية. لوجدت أنه عقدت عدة لقاءات بين الملك عبد العزيز الله يرحمه ومن كان ينتقده. يوم قبل أن يصبح ملك الملك فيصل، على غلاف هذه المجلة الشهيرة صورة الملك فيصل، وأنا ذاهب للجامعة، وعند دخولي لبوابة الجامعة العميد يريد أن يلتقي به، قال طيب مدام صار أبوك ملك الحين إيش تبغانا نفعل؟ فبعت له برقية وقال له قبل ما ترجع المملكة مر على مصر وتعرف على من قام بالثورة. فأحد الضباط اللي كانوا حاضرين قال للملك فيصل شكرا يا سمو الأمير. سأل السفير قال له مين هذا الضابط؟ فقال له هذا جمال عبد الناصر.